قررت الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل محاكمة 12 من عناصر القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة لجلسة 8 أغسطس المقبل لتوقيع الكشف الطبي على محمد حسان لعدم حضوره الجلسة الماضية. كما قررت المحكمة إعفاء الشاهد محمد حسين يعقوب من غرامة 1000 جنيه تم توقيعها عليه الجلسة الماضية لعدم حضوره. وفي بداية الجلسة نادت المحكمة على الشاهد محمد حسين يعقوب وعنف رئيس المحكمة الشاهد بسبب تأخره عن الحضور، ووجه له كلمة جاء فيها: عندما تطلبك المحكمة للشهادة هذا ليس عبثا، والمتهمون أخذوا من أحكامكم حجة لهم. وعن سؤال المحكمة في أي تخصص في مجال الدين تخصصكم، رد الشاهد قائلا: سبب تأخري عن الحضور مرضي الشديد، وأيضا إخباري من المحامين أن حضوري ليس واجبا. وتابع الشاهد: الناس في الدين يقسمون إلى علماء وعباد، منذ بداية أمري ورثت من أبي وجدي هذا، ولي عشرات الآلاف من المقاطع. وجهتي شرح مبادئ السائلين، وقرأت وحصلت على دبلوم المعلمين، وكل ما أقوله اجتهاد. وبدأت في الدعوة منذ 1978، عندما أقف على المنبر أخاطب فئة العوام، في شيخ بيتكلم من أجل العلم، في شيخ بيكلم الملتزمين، عندما أتحدث بتحدث عن العبادة، وأنا أكتر واحد بقول للناس صلوا على النبي، في واحد عايز يعبد ربنا، أنا بعيد عن السياسة، وكل مجالي في علم القلوب والسير إلى الله. وعن سؤال المحكمة للشاهد عن جماعة الإخوان رد قائلا: حسن البنا أسس الجماعة للوصول للحكم لإعادة الخلافة، ولا يجوز اتباع شخص إلا النبي، ولا اتباع جماعة إلا جماعة النبي. وعن سؤال المحكمة للشاهد عن رأيه في أيديولوجية سيد قطب عن الشريعة الإسلامية، رد حسين يعقوب: سيد قطب له قصة، ده سافر أمريكا وأراد الالتزام بالدين، فسيد قطب كان بيقول هذه الآية رشيقة فتلقفه الإخوان، وحياته كانت أغلبها في السجون، وسيد قطب ما تفقهش في الدين ولم يتعلم على يد شيخ. واستكملت المحكمة سماع شهادة محمد حسين يعقوب، ووجه رئيس المحكمة حديثه للشاهد قائلا: ورد في شهادة بعض المتهمين أنهم كانوا ملتزمين، ثم مروا في مراحل تطور في الالتزام، وكان التزامهم ديني، ثم امتثلوا للمرحلة الثانية وهي التأثر بالفكر السلفي، ثم انتقل التأثر بالفكر السلفي التكفيري. فما هو الفكر السلفي؟ هنا رد الشاهد هذا السؤال يوجه لدعاة الفكر السلفي: الشيخ محمد حسان بيخاطب الملتزمين، أنا بخاطب العوام، ولا أعلم عن وجود فكر سلفي تكفيري، وصدقا لا أعلم، فالسلفي سلفي والتكفيري تكفيري. وهنا قال رئيس المحكمة إن أحد المتهمين انتقل لمرحلة الفكر الجهادي، ثم انتقل للفكر الداعش، فما تعرفه عن هذا؟ هنا رد الشاهد قائلا: لا أعلم. وعن سؤال المحكمة عن معنى جهاد الكلمة، رد الشاهد قائلا: معنى جهاد الكلمة في رأيي أن نكسب من وجود الصالحين لكي لا تهلك الأمة، وأنتمي أنا إلى المذهب الحنبلي، لا يوجد الآن خليفة لعدم إجماع المسلمين لخليفة في العالم كله، ولكن رئيس الدولة ولي أمر. وعن سؤال المتهم حول قول أحد المتهمين أنه تطور فكره للفكر الجهادي، هنا رد الشاهد قائلا: مسألة إنه تكفيري أو جهادي هذا شأنه. وعن سؤال المحكمة عن قول المتهم إن الجهاد في سبيل الله هو حدوث عمليات إرهابية، ما قولك؟ وهنا رد الشاهد: هذا مضلل، ولا يوجد عاقل يقول هذا، واللي وصله لذلك جهله، والنت الآن يجعل الشخص يدخل ويشوف حاجات أغرب من الخيال، من الإلحاد والكفر
فهذا هو السبب. وهنا وجه رئيس المحكمة سؤالا، ظهرت جماعات وتعددت مسمياتها مثل داعش تنظيم القاعدة، هل تختلف جميعها في الفكر والمضمون؟ هنا رد الشاهد، لا أدري من هؤلاء، حضرتك ممكن تسألني عن أنصار السنة، أنا أبحث عن القلوب، أنا سمعت عن تنظيم القعدة، ولكن هذا ليس موضوعي. وعن سؤال المحكمة عن معرفة الشاهد عن فارس أبو جندل، والذي جاء في كتابه البحث عن رجال الجيش والشرطة، هنا رد الشاهد، أول مرة أسمع عنه، ولا يجوز قتل المسلمين. وقال الشيخ يعقوب أثناء الجلسة إن علماء الدين أقلاء في هذا التوقيت، وسألته المحكمة، أليس علماء الأزهر الآن هم علماء الدين؟ فرد الشيخ حسين يعقوب، إن العالم في الدين هو من شهد له العلماء بالعلم، قد يكون هناك علماء كثيرون وأنا لا أعلمهم. والشروط الواجب توافرها في العالم هي 8 شروط، أن يكون حافظا وعالما بالقرآن وتفسيره، ومن ثم عالما بالحديث الشريف، وأن يكون جهبذا في اللغة العربية، وأن يكون عالما في الفقه والأحكام الشرعية، ولا أتذكر غير ذلك. آدي الشيخ محمد حسين يعقوب أثناء إدلائه بشهادته في 15 يونيو 2021. وبعد انتهاء محمد حسين يعقوب بالشهادة، وجه رئيس المحكمة حديثه للشاهد قائلا، سيتم إعفائك من غرامة 1000 جنيه التي وقعت عليك الجلسة الماضية بسبب عدم حضورك. وادي هنا صور ولقطات من الجلسة، و المستشارين اللي حضروا. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.